ارتأى مجلس الهيئة أن يخصص هذه الندوة لاستعراض مدى تقدم استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم استفتاء 25 جويلية 2022. المسار قد انطلق فعليا بمجرد صدور أمر دعوة الناخبين يوم 25 مايو 2022 ومصادقة مجلس الهيئة تبعا لذلك على الرزنامة يوم 3 جوان الجاري. ومنذ ذلك التاريخ قطعت الهيئة أشواطا هامة في مسار الأعداد الاستفتاء طبقا للرزنامة المعلنة، وهي على استعداد تام لتنظيم الموعد الانتخابي القادم في أحسن الظروف بما راكمته من خبرة وتجربة منذ سنة 2011. يوم أول أمس تم الإعلان عن قائمة المقبولين للمشاركة في حملة الاستفتاء بعد أن تم فتح باب تقديم تصاريح المشاركة من 20 إلى 27 جوان 2022. تلقينا خلالها 169 تصريحا نظر فيها مجلس الهيئة وأصدرنا قائمة نهائية للملفات المقبولة وعددها 161 تصريحا، وتم رفض 8 ملفات، على أن يبقى باب الاعتراض على تلك القرارات التي تم رفضها متاحا أمام القضاء الإداري. أغلب أسباب الرفض كانت لأسباب موضوعية تتعلق أساساً بعدم احترام الأجيال أو النقص في الوثائق المطلوبة أو تقديم التصريح من طرف من ليست له الصفة القانونية للقيام بذلك. التصريح المقبولة تتوزع على 27 جمعية ومنظمة و24 حزب سياسي و110 شخص طبيعي. بالنسبة للمواد الانتخابية جاهزة، وبالنسبة للجانب اللوجستي هيئة الانتخابات وإدارتها التنفيذية وخاصة إدارة العمليات على أتم الاستعداد للانطلاق في توزيع تلك المواد الانتخابية داخل أرض الوطن وبالخارج بالتعاون مع الجيش الوطني التونسي وقوات الأمن الداخلي التي ستتولى الإشراف على هذه العملية وتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع. وإذ نغتنم هذه الفرصة لتقديم شكر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمؤسستين العسكرية والأمنية ولكل مؤسسات الدولة.